اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره. الحديث في الفقره دي موجع بشده، لان العالم اللي بيفرض سطوته بالفن في كل مكان شفناه، بدءا من امريكا وانتهاء بتركيا، اللي دخلت البيوت العربيه بفنانين وقصص فنيه ومسلسلات. نجومنا احنا بقى كانوا اهم قوه ناعمه لمصر، دخلت بيها قلوب وبيوت كل جيراننا. نجومنا وفنانيننا اللي امتعونا على مدار سنوات كتيره جدا، بقينا بنشوفهم واحد ورا التاني ونتحسر على مقتنياتهم، حتى دروعهم وجوائزهم وكتبهم وهدومهم وصورهم الشخصيه، يا على الرصفه يا اما عند بياعين الروبابيكيا بعد ما بيفرقونا. لكن لما يبقى بالصوت والصوره ان الفنان ده قايل انا بهدي مقتنياتي للوزاره الفلانيه او المكتبه الفلانيه او المكان الفلاني، وبرضه نلاقيها على الارصفه او عند بياعين الروبابيكيا، كده يبقى احنا قدامنا ماساه بقى. ازاي ننقذ تراث فنانينا الكبار اللي امتعونا من بياعين الروبابيكيا والارصفه، او انهم يضيعوا؟ يا جماعه ده تاريخ مصر. خلينا نقول ان الوقف قدام الملف ده واستعرضه بشكل خلانا كمان نقف قدام اللي كتبه ونقول له احتراما شكرا، لانك ما سبتش اللي شفته ده يضيع عند بياعين الروبابيكيا. هو ضيفنا في الفقره دي تراث الفنان الجميل الشامل بكل المقاييس، النجم سمير صبري. كان فعلا عند بياعين الروبابيكيا، واللي عرض لنا الموضوع ولقاه واشتراهم وجابهم لنا معاه هنا جزء من الكنز، هو ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. العزيزة جدا ومجهود هايل ومقال عظيم يا أستاذ. الله يخليكي، شكرا أولا على المقدمة الجميلة دي، ويعني هدفنا واحد، مش عارفة أقول لك إيه. في الحقيقة الألم واحد زي ما حضرتك بتقولي، والألم لما يعني بيفضل يتكرر بشكل كبير جدا، مش عايز أقول إحنا بنفقد إحساسنا بيه، لكن يصبح عادي. بالعكس يعني رد الفعل الكبير اللي أنا لقيته بعد نشر الموضوع ده وخضت الناس من يعني جسامة الموقف وتفاعل الناس معاه، أثبت إن إحنا يعني تكرار الألم ما علمناش البلادة، وتكرار الألم خلانا أكثر حرصا على تراثنا وخلانا أكثر انفعالا وغيرة عليه. فيعني بشكر حضرتك وبشكر هذه المقدمة الجميلة، وإحنا اللي بنشكرك جدا بصراحة إنك مش بس عرضت الموضوع، إنك أصريت إنك تجمع كل ما تحصلت عليه وكل ما وقع أمامك من تراث الفنان الراحل سمير صبري. سمير صبري هو أيقونة فعلا من أيقونات الفن المصري والإعلام المصري، لأنه كان من أبرع من قدم البرامج ومن أبرع من قدم كمان المهرجانات. أول واحد وقف على مهرجان القاهرة اللي بيختم النهاردة فعالياته، وعمل شو عظيم قدمه. جدا صح. وإنت عملت مقايسة هائلة جدا بين أغانيه اللي تم افتتاح المهرجان السنة دي عليها من كام يوم، وبين اللحظات اللي كانت بتتباع فيه المقتنيات دي. بالظبط، هو ده اللي حصل تيبيكال. يعني انا كنت فعلا كنت بتفرج على الافتتاح المهرجان ومبسوط جدا وهو بيغني تعالى تعالى الناس حبايبك الذي معاك، ففوجئت بتليفون حد بيقول لي احنا جبنا كذا كذا كذا، تحب تشتريه؟ فقلت له طبعا احب تشتريه. جبنا كذا كذا اللي هي مقتنيات جبنا بعض متعلقات سمير صبري وقتها. القصه ببساطه ان هي الحاجات دي كانت موجوده في احدى شققه، انا عارف ان هو ليه كذا شقه، ليه شقه تقريبا في المهندسين، واحده في الزمالك وواحده في وسط البلد، وعلى ما اظن في واحده كمان في اسكندريه، في شقه كمان في اسكندريه. هذه المقتنيات كانت في شقه من شققه، واظن ان هي المكتب بتاعه اللي كان في وسط البلد، والمكتب ده المكتب ده كان مقر شركه الانتاج بتاعته، لان هو كان منتج برضه كان بيخش في الانتاج. فكل هذه الاشياء جمعت، الله اعلم هل ده بس اللي كان موجود ولا كان في حاجات فقدت قبلها ولا في حاجات راحت قبل ما انا اجي، مش عارف. بس انا اللي لحق يعني اللي شفته خدته على طول، كل اللي وقعت عليه عينك، كل اللي وقعت عليه. انا عندي اكتر من 300 افيش من افيشاته بتاعه الافلام من السبعينات، وبين متوسطه الحجم وكبيره الحجم. جبت لنا مجموعه منها تشاركنا، جبت لكم مجموعه منها. هو ازاي كان بيحتفظ بالحاجات العظيمه دي؟ مثلا ده اهو يا جماعه الاصلي وعليه الصور متلزقه، ونفس الحاجات جحيم تحت الماء. بالظبط، مين فينا ما اتفرجش عليه واستمتع بفيلم زي ده؟ ليلى جميله ازاي. تصوروا ان ده كان بيتباع يا جماعه. تصوروا كمان، يعني انا هعرض معاكم مجموعه من الكنز اللي لحقه الاستاذ وائل.
ده صوره افيش السلخانه، الصور اللي عليها الصور الحقيقيه الاوريجينال الاوريجينال ها شايفين ده كان بيتباع كده للي يشتري اللي يدفع اكتر. احنا هنعرف دلوقتي استاذ وائل دفع ايه وقال يا ترى القلم اللي احنا فيه ده قدامه فلوس تنفع. اهلا يا كابتن. ده اجزاء على فكره من الحاجات ده بختم الرقاب، يعني ده الحاجات اللي هي عليها ختم الرقاب عليها. وانا عندي هنا مش بس ختم وفي كمان طابع خاص بالزبط. جدا ده اللي كان بيتوثق بيه ده هو الافيش المعتمد بالظبط يا جماعه شايفين. بالمناسبه ده يوسف وهبي، يعني عشان هذا العظيم الذي اسس المسرح والسينما في مصر يوسف وهبي. دي صوره اصليه ليوسف وهبي على افيش اصلي لسمير صبري. لذلك هو الموضوع بقى في الحاجات دي حاجه تستاهل القيمه ولا حتى جزء منها بارقام بيتباع بارقام كبيره مغريه؟ يعني بصي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الموضوع بيبقى متسلسل لان هو ما بيتاخدش من ايد واحده، ده هو في حد بيبيعه اللي هو في الغالب ارخص واحد بيبيع اللي هو بيتخلص من الحاجات دي اللي هتبقى عنده. تعالوا خدوا الحاجات دي بيبيعها زي ما قلت لحضرتك، بيشوف اي حد بتاع روابيكيا بيقيم الحاجات دي او ما بيقيمهاش، بيوزنها بالطن. احيانا بتحصل كتير يعني مكتبه زكي نجيب محمود اتباعت بالطن بكل الورق العادي. ولا بالمناسبه انا لسه كنت عامل موضوع عن اوراقه الخاصه وجايب بطاقته وجايب الكارنيه الجامعي بتاعه وجايب عقد اللي اشترى بيه المقبره بتاعته، ويعني ودي نسخ اصليه عندي. دي في حد ذاتها جريمه من الجرائم اللي عندنا اثباتاتها كمان. المكتبه دي انا بقول لك اتباعت بالطن بالطن، وانا رحت لتاجر الكتب اللي كان بيعملها دي كان بيمسك الكتب ده كويس يحطه هنا ده وحش يرميه كده والورق اللي هو الورق اللي هو فيه الحاجات اللي بقول لك عليها دي عقد مقبرته اللي كان في الاربعينات بيرميه تحت رجله كده عشان هيتاخد ويتعمل في الدشت يعاد تصنيعه تاني. اوكي فانا خدت منه الورق ده وكنت لسه عامل تحقيق. دي مأساة يا استاذ. من حوالي شهر كل ارشيف الصحفي لزكي نجيب محمود، فاهماني؟ فانا هذه المهمه دي مش يعني بس بتمر على مراحل. حكيت لي وقلت لي ان ارخص واحد بيبيع هو اول واحد اما بيبيع. بتوصل بقى للمشتري اللي هو الزبون بتوصل لمبالغ كبيره في على حسب برضو لان في دواير بتاخدها وفي حاجات كتيره لن تتخيليها بتسافر بره ما حدش عارف عنها حاجه. يعني في حاجات بتتاخد ارشيفات او سمة او اهداءات خاصه او حتى الارشيف، ما ده ارشيف فني. احنا بنبص لفكره الافيش او الصور او الحاجات دي باستهانه لان احنا يعني للأسف ثقافة التوثيق عندنا غايبة. احنا هذه المشاهد قطعة من الفن المصري، كل الأسماء اللي موجودة على الأفيشات دي نجوم كبار جدا جدا حبيناهم وتفاعلنا معاهم وناس ساهمت في صناعة السينما بشكل كبير، ده توثيق مفيش أصدق منه. تعرف ده كان محور حديثه هو ونيلي وهو بيكرمها طبعا. بالهرم الذهبي أهلا يا كابتن، وقالها فاكرة الذكريات فاكرة الجدعانة فاكرة حتى الصورة اللي كانت موجودة. شايفين كم ختم موجود على الأفيش الأصلي؟ شوفي في هنا صورة هو ونيلي، في قلبي هنا هتلاقي في صورة ليه هو ونيلي غاية في الروعة. أنا عايز أقول لك إن كان في وقت من الأوقات طلعت عليهم إشاعة إن هم هيرتبطوا. فهنا في صورة هو ونيلي في منتهى الرومانسية، يعني أنا لما شفت الصورة دي قلت لا ممكن يكون فعلا أكيد كانوا هيرتبطوا. الجمال اللي والحب وهو قال إن هي كانت من أمتع الناس اللي تعامل معاها 11 بالزبط. فيلم تقريبا او 14 فيلم من ابدع الافلام اللي كانت مبهجه للناس وكانت تستنى افلامهم سوا. كان ديو هايل صح. طيب الحاجات دي انت اخذتها ليك بشكل شخصي ولا لليوم السابع؟ انا اخذتها ليا بشكل شخصي. انا في الحاجات معظم الحاجات اللي بجيبها بنفعل معاها ذاتيا لان ما بقدرش يعني اشوف حاجه ليها قيمه واسيبها. فمعظم او 99% من الحاجات اللي بجيبها ليا لمكتبتي الشخصيه، سواء حد عملها يعني حد جورنان حب يستفاد بها، طبعا جورناني وبيتي اولا واخيرا حب يستفيد بيها او ما استفدش بيها تمام. وبعدين في حاجات دي مثلا الموضوع ده كان بالنسبه لي موضوع يعني واضح، المعالم انا عايز اعمل انزل الموضوع دلوقتي عشان يا اخوانا لو في حاجه تانية نلحق ننقذها. انا مش مهم بالنسبه لي او مش هدفي الاسمى ان انا اشتري حاجه واقتنيها بالشكل ده، انا هدفي الاسمى ان الحاجه دي تكون موجوده ومتاحه للجميع، حد يحافظ عليها ما تتفرمش في المفرمه بالزبط. اللي بتاخد الحاجات بالطن بالظبط. فانا كان نفسي اعمل ده، اعمل الموضوع ده بسرعه عشان اقدر اوقف لو في حاجه تتوقف. بالمناسبه صوتك وصرختك كانت بالنسبه لنا صوتها عالي جدا،
لانك قلت ان مش بس قفشات موجوده، احنا عندنا الدروع اللي اتكرم بيها جزء منها كبير. وكان صعب علينا لما شفنا ده كمان مع الفنان احمد زكي، لما نشوف جوائزه اللي اتلمت وبقت بتتباع هي كمان صح بالكيلو صح لمين يقدر يجي ياخد صح. او حتى الصور الشخصيه قوي لنور الشريف هو وعيلته وفنانين يمكن لاول مره تجمعوا معهم صورهم في حفلات اعياد ميلاد ولاده وغيرهم. الحاجات التانية اللي تحصلت عليها دروع، في دروع زي دي وفي قفشات كتيره بحوالي 300 قفيش، وفي صور شخصيه مش عايز اقول لك هي بس مش قد ايه كمان هي يعني جميله، او قد ايه هي بتوثق للفن في مصر، قد ايه هي على درجه حلوه تكاد تكون بتوثق لفن الفوتوغرافيا كمان، حاجه في منتهى الجمال والرومانسيه يعني. ما هو وزبيده ثروت، هو وزبيده ثروت، وهنا هو لوحده صوره بورتريه في منتهى الجمال، تأرخ لفنانيننا بتوع التصوير الفوتوغرافي والديكورات بتاعت السينما كان كل شكلها بالمناسبه إيه. الصور دي كلها صور اصليه وكلها تقريبا يعني بحالتها تقريبا ما اتلمستش يعني. فدي اصل لو ما كانتش مهمه قوي كده، ايه اللي يخلي فنان كبير زي يعني سمير صبري يحتفظ بيها ويعملها بالشكل المتقن ده علشان بالزبط تبقى موجوده معاه؟ بصي الصوره دي جميله ازاي، قد ايه جميله بتفاصيلها بدقتها، قد ايه جميله. دي كان في فيلم الاحضان الدافئه، دي صور فيلم الاحضان الدافئه، المصور بتاعه اسمه محمد جوهر، مصور في منتهى الروعه. طبعا كل الحاجات دي موجوده على الافيشات تمام. ده دي طبعا في منها جزء من الصور كبير مش منشور طبعًا. يعني هي دي ارشيفه الشخصي ما مش بتتنشر، غير في صور شخصيه تانية بس كانت كتيره جدا، وكان يعني وبعضها للاسف الصور الشخصيه انها صغيره مش محفوظه في حاجات زي كده فمحتاجه تتعالج. بس كان في صور شخصيه كتيره يعني جبتها برضو بس محتاجه تتعالج قبل ما يتعمل. طب انا عندي سؤال بصراحه استاذ وائل، انت كتبت في نهايه المقال سؤال في منتهى الاهميه، قلت السيده يعني بصوته وصورته، صوته ما زال حتى الان سامعينه وهو بيقول انا بهدي مقتنياتي دي لوزاره الثقافه صح، وحضرتك قلت ان السيده وزيره الثقافه كونت لجنه علشان تفحص التراث ده، ولانه خلاص بقى يعني هو اهداها لها صح. هل جالك اي رد او اي تواصل الى الان؟ ما فيش حد من الوزاره تواصل معايا. وانت حاولت تتواصل مع حد عشان تعرف ايه اللي حصل؟ انا حاولت اتواصل مع بعض المسؤولين في الوزاره بس واضح ان هو المهرجان شاغلهم فما حصلش اتصال، واضح ان هم مشغولين في الموضوع ده. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي لجنه احنا للاسف عندنا ما يسمى او انا اللي بسميه يعني لجان الدفن. يعني اي موضوع في مصر عايزين نقفله نسوفه ونديله او نسكنه او نسكن الراي العام من خلاله شكلناه لجنه، فنقول شكلناه لجنه وخلاص. اللجان دي بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش بتتصرف ازاي، الصلاحيات اللي في ايديها ايه، الامكانيات اللي معاها ايه، دي حاجات صعبه وحاجات فنيه لازم اللي يوثق الموضوع. انا اشتغلت ومفتش اثار ووثقت اثار بايدي، فتوثيق الاثار لازم يكون له او توثيق المقتنيات لازم لها مانوال، لها 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 فهم، لها اليه كمان بالزبط. ان دي هتبقى ايه وتتعمل فايلات ازاي وتتارشف فين وتتعرض ازاي ويتعرض منها ايه وما يتعرضش ايه بالزبط. وفي بالزبط. اي جهات ممكن تتعرض. طيب المفترض الحاجات دي تبقى معلنه زي ما سمير صبري طلع واعلن ما تدفعوش ولا مليم، خدوا دي مقتنياتي ده جزء من تاريخنا. هم كمان يطلعوا يعلنوا اللجنه دي اللي اتشكلت موجود اسمها موجود اسماء اللي اتشكلت استلمت ايه، عملت ايه حتى هذه اللحظه، استلمته من مين وهتعمل فيه ايه؟ هو واضح ان مفيش حاجه حصلت لسبب واحد، بدليل الحاجات دي مع حضرتك اصلا. لان اول بالظبط اول حاجه يفترض ان لو احنا بنتكلم بشكل علمي لجنه علميه معموله عشان تؤدي هدف علمي، اول حاجه هتعملها حصر الاماكن اللي هو عاش فيها. فانا هحصر الاماكن الاول وهبدا بعد حصر الاماكن دي ابدا اشوف، ولو انا بختار هختار يعني في اللجنه مثلا دي وهعمل ايه، هختار اول حاجه مكتبه طبعا، لان مكتبه ده هو بيدل على حاجتين مهمين جدا، دوره كممثل ودوره كمنتج. هو راجل كان منتج، احنا للاسف عايز يعني اصدم حضرتك، شركات الانتاج القديمه عندنا في مصر، شركات حسن امام ولا المخرجين القدام والمنتجين القدام زي حلمي رفله وحسن امام، ولا دي كنوز. كل ارشيف حسن امام باع قريب بالمناسبه، كل ارشيف حسن امام يعني المأساة متكرره والمأساة لم تتوقف عند اسم لا صحفي كبير ولا فنان كبير ولا موسيقي كبير ولا. طب يعني معنى كده ان لازم حد يتحرك
واعلى الجهات اللي احنا بنتكلم فيها هم رعاه الفن اساتذتهم. احنا معانا واحد منهم دلوقتي على التليفون واحنا عارفين قد ايه هو مؤمن بقيمه الفن وان ده صوتنا اللي هنديه للاجيال اللي جايه كمان. فناننا الكبير المخرج الكبير الاستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنانيه، اهلا بحضرتك معانا استاذ عمر في حديث القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. احنا عارفين قد ايه حضرتك مهتم بادق التفاصيل في موضوع الفن والفنانين، فكرة تراث فنانيننا وأساتذتنا الكبار اللي موجود وبيتباع على الأرصفة عن أو عند بتوع الروبابيكيا، ومهما كانت اللجان والناس اللي بالنادي إن هم يهتموا بيها مش بنلاقي فيه تأثير على الأرض. تقول عنها إيه يا أستاذ عمر؟ نعمل إيه؟ والله هي مشكلة كبيرة جدا، إنما للأمانة وزارة الثقافة حاولت وابتدينا بمقتنيات المرحوم أحمد زكي لإقامة متحف للسينما، وده هيقام إن شاء الله في مدينة السينما مكان المعمل القديم. أنا شخصيا متفق مع ورثة فناننا الكبير فريد شوقي إن هاخد حاجاته وتتحط في المعمل. إن حاجات بقى بتتباع بطريقة خفية، يعني أحمد زكي خدنا حاجات كتير واستلمتها الوزارة، أنا كنت ماسك اللجنة دي. بنحاول بقى مع الأسر التانية إنهم أصل في الآخر المجد إنك نحتفظ بهذه الأشياء ونحتفظ بيها بشكل لائق وتكون يعني هي كمان جزء من تاريخنا وأرشفنا اللي بيتعرض للناس المهتمين بالفن. ما هو بقول لحضرتك إحنا بصدد إنشاء متحف للسينما فيه الحاجات دي كلها، وأعتقد في متحف تم قريب في المسرح، أستاذ ياسر صادق الممثل الجميل ده أعتقد ابتدى في إقامة متحف للمسرح. واحنا بنشوف نماذج محترمه جدا في مسارح الدوله، اركان كده زي ما شفت في مسرح السلام، بعض مقتنيات الفنانين المسرحيين الكبار موجوده وبتتعرض بشكل لائق وانا كنت مستمتعه وانا بتفرج عليها. طيب الحاجات اللي بنلاقيها من وقت للتاني عند البياعين وبتوصلهم بشكل او باخر، رغم ان على سبيل المثال الاستاذ سمير صبري الفنان الكبير هو بنفسه قال انا بهديها لوزاره الثقافه وسمعنا عن لجنه، الاشياء دي بتتحول بعد كده لان احنا بنلاقيها في الاخر بتتباع عند بتوع روبابيكيا وبيحاول ينقذها اساتذتنا وصحفيينا زي الاستاذ وائل وهو نموذج معانا النهارده. طبعا ده بيحصل ازاي؟ الخلل بيبقى فين يا استاذ عمر لما يبقى في وصيه وديع؟ للاسف في ناس ما لهمش ورثه، للاسف فنانين ما لهمش ورثه، بيبقى في خلاف على حاجات، في حاجات بتتسرق من بعض العاملين في مع الفنان ده. يعني انما مثلا ما بقول لحضرتك فريد شوقي حاجته متحافظ عليها حاجه عشان ولاده فنانين ومنتجين كبار يعني ولاده فنانين، ايوه فاهمين قيمه الحكايه طبعا. دي انما للاسف في ناس رحلوا ما لهمش ورثه، في خلاف على الورثه، عايزين مش عارف ناس تبيع ايه. يعني انا كنت رئيس لجنه مقتنيات احمد زكي، في حاجات ناقصه طبعا. ما احنا لقيناها في الاخر بتتباع على الانترنت يا استاذ عمر، وحتى الاستاذ عمر النور الشريف يعني الجزء اللي اهدى لمكتبه اسكندريه حافظت عليه، الباقي لقيناه بصوره الشخصيه برضو بتتباع عند البياعين على الارصفه، وعرضنا هنا ده عندنا في حديث القاهره. بالمناسبه لسه عمر الشريف نفسه لسه معروض له بلطو قريب، معروض له بلطو وكارنيهات بتاعته ما بتتباع بره يعني عالميه، عمر الشريف ارث عالمي وهتتباع بارقام فلكيه بالزبط. ودي حاجاتنا احنا يا استاذ عمر، إيه اللي ممكن نعمله؟ يا ريت تعرض في مصر، يا ريت تتباع. انا الخوف كله انه بيطلع بره مصر، دي الكارثه القادمه. طيب واللي موجودين حاليا جوه مصر هنستنى ليه لحد ما يضيعوا بره مصر؟ يعني مثلا المبادره اللي عملها استاذ وائل عن الفنان سمير صبري مش عارفين بقيه حاجاته فين؟ لا انا اعرف ان الاستاذ محمود عبد السميع مدير التصوير كان مسؤول على اخذ مقتنيات مكتب سمير، المكتب مش البيوت. لان ليه ولاد خالاته اعتقد، وفي ناس ظهروا قالوا احنا ورث حاجه، لان كان في مشكله ان ما فيش ورثه شرعي يعني قريبين درجه اولى. ايوه يا فندم ورثه درجه اولى، ايوه ما فيش. حتى احنا فوجئنا يوم العزاء ناس بيقولوا احنا قرايبه، فالناس اصدقاء سمير من زمان قال لهم احنا عمرنا ما شفناكوا اساسا. طب استاذ عمر ايه مين ايه المبادره ممكن نجمع فيها ايه والجهات اللي تشارك فيها ايه عشان نجمع تراثنا ده من الناس اللي بتستغله بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ والله انا رايي المبادره تبقى ربنا يدي الصحه لكل اللي موجودين، ان يبقى عندهم وعي، ان يكتبوا اقرار ان ده بعد كده يورث الى وزاره الثقافه، نبقى احنا اللي عندنا وعي بكده.
طب ما هم بيطلعوا يقولوا ده بالصوت والصوره يا استاذ عمر، زي ما عمل الاستاذ سمير صبري وزي ما عمل نور الشريف بنفسه لما قال كل كتب اهداء لمكتبه اسكندريه ولقينا جزء منها على الارصفه برضو. يعني نور كان ما يعني ما ما مكتبته كبيره جدا جدا، انما نعرف ان جزء كبير راح للاسكندريه المكتبه والاسره حاولت، لكن في الاخر في عامل في البيت، في واحد، وانت عارفه حاله الوفاه تبقى الامور شكلها ايه، ده شغل ناس. انا رايي نجرم ده اللي انت جبت ده منين، ونمشي لازم الناس تخاف. طب ما نعمل مبادره يا استاذ عمر ان مع تقديم العزاء للفنانين دول ان اول حاجه بنعملها احنا كنقابات او كوزاره الثقافه، ارجوكم سلمونا المقتنيات بتاعته اللي نعرضها ونخلد بيها اسمه. ده راي جميل جدا، وهعرضه على في الوزاره، ده شيء جميل، وارجو اننا نسرع في انشاء المتحف، هو شغالين للامانه يعني. احنا معاكم في افتتاح المتحف وهنشوف ايه اللي هيكون موجود فيه، وبنشكرك لانك موجود معانا واضفت لنا بصوتك ورايك، المخرج الكبير الاستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنيه على التليفون. انت ايه رايك؟ بصراحه بس استاذ عمر قال حاجتين مهمين قوي. الفكره الاولانيه اللي قالها ان احنا بنحاول نتفاوض مع الناس، تمام؟ انا شايف ان من هنا يكمن الخلل. ليه؟ انا لما اروح لفنان كبير مثلا محمود ياسين، ولا محمود ياسين برضو يعني اولاده ما اكيد محافظين عليه، بس انا كوزاره الثقافه لما انا اروح لمحمود ياسين واقول له يا استاذ محمود بعد اذن حضرتك لو في اي حاجه ليها علاقه بتاريخك الفني، بكتاباتك الشخصيه، بصورك الفنيه او بصورك الشخصيه اللي تحب نحتفظ بيها كوزاره او كمؤسسه وطنيه، توافق على ده؟ مليون في الميه هيوافق. لأن وانا كل اعتقد الناس حتى ورثته او الناس اللي موجوده في العزاء مجرد ما اقول له هخلد ذكرى اديني سلمني مقتنياته الشخصيه، لانه في الاخر بيباع من غير فلوس، مش هيبقوا زي الفنان. انا بقول لحضرتك لاني ربما الفنان هو احرص واحد وادق واحد في معرفه الحاجات اللي هو عنده اللي عايز يعني ويقدر يختارها يأرخ بها اسمه. وبعدين ده كمان هيمنعنا كمان من ان احنا نقع في فخ قانوني، بعض الورثه يقول لك لا مش عايزين او بعضهم عايزين. ما عنديش مشكلة على فكرة لو الورثة قالوا احنا مش عايزين، يعني لو واحد انا فنان وتوفيت ابني بيقول لا انا عايز احتفظ بحاجات والدي، ما عنديش مشكلة. انا عندي مشكلة مع ابن ابني، مع ابن ابن ابني اللي هيعتبرها حاجات مش مهمة، اللي هيعتبرها حاجات قديمة بتاع الجد وملهاش لازمة فهيبيعها برضو. فعشان نقطع الموضوع ده انا ليه ما اعملش عقد بيني وبين الفنان وهو عايش، ليه هستنى لما اموت وافضل اتفاوض معاه؟ وانا كنقابات اقدر اعمل ده بشكل سهل جدا لانهم بالاساس اعضاء عندي، فانا اقدر اتواصل مع كل واحد بشكل شخصي واتوسط في ده. بس احنا محتاجين بقى حاجه مهمه جدا في الموضوع، محتاجين اولا يبقى عندنا مؤسسات تستوعب ده، لاني انا اضرب لك امثله كتيره جدا في مؤسسات فنيه في العالم العربي، اوكي، بتاخد معظم لتوثيق التراث الموسيقي مثلا في مصر 99% من الحاجات اللي بتوثقها حاجات مصريه صرف، تمام؟ بتاخدها الفني كان هنا، بتاخدها من مصر وبتهتم بيها بشكل كبير جدا وبتقرخها وبتارشفها وبتعمل مراكز بحثيه. اخواننا في مشكله كبيره جدا، ربما الناس تقول احنا ما عندناش ميزانيات عشان نعمل لكل دول متاحف. مش شرط تعملي كل دول متاحف، الاهم من المتحف المخزن المتحفي. انا راجل يعني ايه اللي هعرضه في المتحف؟ هعرض المقتنيات دي بالظبط، ما هو اهم من المتحف بعضها، هو ده بعضها هعرضها. لان مثلا انا لو جبت لك ال 300 افيش دول مش هيكفوا كل المكان اللي احنا قاعدين فيه، هيبقى كتير جدا هنتقي جدا وبدل بينهم كمان، هنتقي واعمل عروض متغيره، وهعمل حاجه اسمها المخزن المتحفي اهم من المتحف. الثروه الحقيقيه لاي متحف هي مخزن المتحف، اللي هي المكتبه الخلفيه اللي يقدر كل واحد بالزبط يرجع لها وياخد فيها. عارف بالزبط استاذ وائل اللي انا هقدر اقوله لك دلوقتي، بما انك قلت لي ان في حاجات حتى بالمجهود الذاتي هارشف للفن وارخه، سمير صبري نفسه في اخر مره كل مره كان بيطلع يحكي فيها بيقول اول مهرجان قاهره سينمائي اتعمل اللي اختتامه النهارده والعالم بيتفرج عليه كان بالمجهودات الذاتيه لعبد الحليم حافظ ونجمين ثلاثه والفنانه ورده، واعتقد فيفي عبده الفنانه فيفي عبده، الثلاثه دول هم اللي شاركوا بمجهوداتهم الذاتيه. استاذ كمال الملاخ اصر انه يطلع وقايل على جثتي انه ما يطلعش، وسمير صبري وقف على المسرح وقدمه. خلينا نحتفل بيه بشكل اكثر. معهد الموسيقى العربيه، معهد الموسيقى العربيه بمبادره شخصيه وبعد كده. طب خلينا نبتدي من هنا من حديث القاهره بوجود حضرتك، مبادره الفنانين، ربنا يديكم الصحه كلكم، كل من يريد ان يؤرخ لاسمه ارجوكم
طلعوا مقتنياتكم وقولوا ان دي هتروح للجهه الفلانيه علشان تعرضها، لان ده تاريخنا وتاريخ فننا، واللي قبل كده بنتمنى ان الورثه والقائمين عليه يسلموه، لان ده تاريخ فن مصر. استاذ وائل، اضم صوتي لصوتك والله يعني، واحييك على حماسك ده يعني. واحنا بنشكرك لعرضك العظيم وللمقابله، وبدعو كل الناس عشان تفهم اكتر وتحس اكتر تقرا اللي كتبه الاستاذ وائل السمري، لانه مسق قلوبنا الحقيقه. نشكرك مره ثانيه لوجودك وللي انت قدمته لنا ده، واحنا معاك خطوه بخطوه لحد ما كل فنان يتحط في مكانه الصحيح بمقتنياته. حلمنا ان احنا يبقى بلدنا الكبيره جدا والجميله جدا والعظيمه واللي قادره كل يوم انها تنتج ثقافه وعلم، انها ما يبقاش كل حاجه على المشاعر، يبقى كل حاجه ليها مؤسساتها بترعاها، الدوله المصريه والمؤسسات الثقافيه المصريه راعيه لكل الفنانين ولتاريخ البلد. احنا ما بنعملش دلوقتي، ربما ناس نعمل 10 20 تاريخ مصري اللي جاي كله. استاذ وائل بجد شكرا مره ثانيه لوجودك معانا النهارده. الاستاذ وائل السمري الكاتب الصحفي ورئيس تحرير التنفيذي باليوم السابع العزيزه جدا، بنشكرك مره ثانيه للقضيه اللي انت اثرتها، واحنا حديث القاهره هنا جزء من مصر وتاريخها، مش ممكن هننساه ابدا ولا ننسى فنانيننا. خلصت حلقتنا النهارده خلاص. ان شاء الله بكره الاربع والخميس والجمعه معاكم زميلنا العزيز والصديق العزيز الكاتب الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى والمفكر، هيكون معاكم في حديث القاهره 9 مساء يوم السبت. هرجع اقابلكم تاني ان شاء الله بحديث القاهره، ومن الحد معانا كمان خيري رمضان زميلي العزيز جدا. تصبحوا على خير.